ازاي استغل وقت فراغي اثناء الكليه. السلام عليكم، انا نزار صالح، خريج كليه الطب ونائب جراحه العيون، والنهارده هنجاوب على سؤال متكرر: ازاي استغل وقت فراغي اثناء كليه الطب؟ مع توافر وسائل المعلومات وتحطيم التابوهات القديمه لمحدوديه امكانيات طلاب الطب في العالم العربي، اصبح هناك وفره في الفرص المختلفه لرفع مستوى الطلاب والخريجين اثناء وبعد دراستهم الجامعيه. فزي زمان من 15 سنة لما كان حلم كل طالب انه يدوب يخلص المذاكرة اللي وراه ويلحق يرتب على دفعته علشان يلحق التعيين، فدلوقتي الأحلام اختلفت وأصبح الطلاب بيفكروا ازاي يستفيدوا أكبر استفادة بوقتهم أثناء الكلية، اللي اكتشفوا انه كتير منه بيضيع إما في محاضرات ملهاش فايدة أو شرح لمواد يقدروا يفهموها لوحدهم على الإنترنت بمجهود وفي وقت أقل. وبالتالي أصبح حلم كتير من الطلاب انهم يتميزوا عن الغالبية عشان يقدروا يوفروا لنفسهم فرصة سفر مناسبة ومجزية. عشان كده هنا هنتكلم عن أفضل الطرق لاستغلال الوقت في كلية الطب، وده في الحيز العام أيا كان هدف الطالب، سواء الهجرة لبلاد معينة أو الحياة في بلده لكن بتعليم أفضل وفرصة نمو لا تقل عن زملائه اللي سافروا. الطرق دي مش هتذكر بترتيب الأولوية، وأغلبها أنا مقتبسه من تجارب الطلاب المصريين والعرب والأمريكيين اللي درست لهم ووجهتهم على مدار حياتي العملية. أولاً Clinical Knowledge. عكس ما ممكن تتوقع، فأول أولوية دائماً وأبداً ليك كطالب طب مش الأنشطة الإضافية، ولكن هي أنك تكون متمكن من مادتك العلمية وتخصصك إذا كنت حددته. لازم ما تنساش أبداً أن الهدف الأساسي من دخولك كلية الطب أنك تتعلم الحد الأدنى من المعرفة الطبية اللي تمكنك أنك تكون طبيب آمن. يعني ببساطة، لو تعودت أنك تكون مهمل في دراستك ومستهتر في تعليمك على أمل أنك لما تسافر هتبدأ على نظافة، أحب أنبهك أنك هتتعب جدا في أي معادلة أو زمالة، لأن ممكن أسلوب التعليم يختلف صحيح في كليتك، لكن الطب والأمراض بشكل عام هي حول العالم. فمن المهم أنك تفهم كويس جدا حتى لو درجاتك كانت قليلة. فلو عندك وقت فراغ وفي موضوعات لها أهمية إكلينيكية ما فهمتهاش كويس، اقرأ عنها في المراجع واسمع عنها محاضرات على الانترنت علشان تفهمها من دلوقت. ثانيا، Clinical Experience. وجودك في المستشفيات، سواء داخل جامعتك أو في القطاع الخاص، وسواء داخل بلدك أو خارجها، هي تجربة ذهبية، وهي أول طرق التعرف الفعلي على الحياة العملية للطبيب في التخصص اللي بتهدف إليه، أو عموما لو لسه في بداية سنين الكلية. ودي بتشمل الإلكتف أوي روتيشنز اللي ممكن تعملها في بلد أجنبية بعد ما تكون اشتغلت مدة في مستشفيات بلدك، علشان على الأقل تقلل غرابة شغل المستشفى عليك لما تسافر. أنا عملت قبل كده سلسلة فيديوهات كاملة من 2012 عن الإلكتفز، وفي مصادر كتير أحدث منها كمان عملها زملائي اللي شافوها وسافروا بعدي في مطار ممكن تستفيد منهم أكتر. فلو عندك وقت فراغ وما شفتش الشغل في المستشفيات سواء الجامعية أو الخاصة، ابتدي أحضر. ولو مسافر حاول تراسل عشان تروح إلكتفز، خصوصا لو ده مطلوب لتخصصك. ثالثا، Research Experience. عمل الأبحاث من أهم الحاجات اللي بتميز الطالب الشاطر والمتفوق، ونشر الأبحاث سواء في مجلات علمية أجنبية أو مؤتمرات أجنبية أو حتى محلية، ده دليل على ثمار الأبحاث وجودتها. بعض الناس حتى بتقدر تاخد شهادات علمية مرموقة زي الماجستير والدكتوراه في بعض التخصصات من على الإنترنت. لكن خلي بالك، في طلبة طب كتير دلوقتي بقوا بيحاولوا يعملوا أبحاث أثناء الكلية عشان يحسنوا فرصهم، لكن الفكرة مش أنك تعمل أي أبحاث وخلاص. الفكرة أنك تشتغل في أبحاث أولية تكون بتتعلم منها كتير وبتشتغل بعقلك وإيدك، وتكون بتضيف للعلم، والأهم تكون بتضيف لك أنت كطبيب صغير لسه بتبني مستقبلك وعايز تثبت تميزك. ده مش هيحصل لو فقط مشيت ورا الموضة الحالية بتاعت Systematic Reviews والميتا Analysis أو الكيس ريبورتس، literature reviews والletters to the editors. دي صحيح بداية حلوة جدا ومفيدة جدا كبداية تمشي إيدك فيها وتتدرب وتتعلم البدايات، زي برضو ما ممكن تقدم كيس presentations في الجراند راوند أو مجلس القسم بتاع تخصصك. لكن بلاش تاخدها لعبة وتستسهل تكرارها على أمل إنها هتكبر لك السي في، وهي زيها زي أي أبحاث والسلام. أحد أصدقائي مهندس مشهور علمني درس، قال: اتعب النهاردة عشان ترتاح بعدين، دي كلمة قالوها أجدادنا، عشان زمان اللي بيدخل الجامعة كانوا قلة فكانوا بيلاقوا شغل، وبعدها أبهاتنا لقوا إنه كله دخل الجامعة وبقى لازم تاخد شهادات بعد الجامعة كمان علشان تلاقي شغل، وجيلنا دلوقت
بيحاول يعمل أي حاجة زيادة عن كده عشان يلاقي شغل، بس ناسي المعنى من القصة دي، واللي هو مش التعب ولكن التميز. الفكرة مش إنك تتعب وخلاص، ولكن إنك تتعب في حاجة تخلي اللي زيك قليلين. فلو عندك وقت فراغ اتعلم عن الأبحاث وابذل مجهود تلاقي حد كبير يعلمك أبحاث أولية. رابعا، Public Service. الخدمة العامة وأنشطة التطوع من أروع الطرق وأكثرها فائدة للإنسان، سواء من أجل تحسين مستقبله أو حتى نموه الشخصي والأخلاقي. التطوع في أي مجال بتحبه مهما كان هيجعل لحياتك معاني أسمى بكتير من كونك تصبح طبيب شاطر أو أستاذ جامعي مرموق أو باحث متميز. أغلب الطلاب اللي مروا عليا كان ليهم نشاط تطوعي ما، زي إنه مثلا يتطوع بتعليم طلاب المدارس سواء بشكل فردي أو مجموعات تقوية، إنه يتطوع يعلم طلبة الطب الأصغر منه في المواد الصعبة عليهم، إنه يقيم حفلات موسيقية سواء لغيره أو له لو بيعزف آلة معينة. كتير كانوا بيتطوعوا في عيادات مجانية وقوافل طبية للفقراء والمساكين. التطوع في الجمعيات الخيرية في أي نشاط، تحضير وجبات للأطفال أو الأسر الفقيرة، جمع التبرعات لذوي الاحتياجات الخاصة، التطوع لمساعدة المكفوفين أو الصم والبكم، التطوع في أنشطة قسم من أقسام الكلية زي المؤتمرات أو العيادة المجانية، السفر خارج المدينة وأحياناً خارج الدولة في قوافل طبية عالمية مع المنظمات الخيرية المختلفة زي Doctors Without Borders، UNICEF، Unite for Sight، WHO، الهلال الأحمر، أو منظمات الإغاثة مع مجدي يعقوب، أو في فلسطين وسوريا وأفريقيا. كتير كانوا بيتطوعوا بعمل مواقع على الإنترنت للتعليم أو التدريس لأي مجال في الحياة. تطوع بمرافقة مدراء المستشفيات لأخذ خبرة في الإدارة الطبية مثلا، وغيرها كتير. وهنا لازم نقول إن اللي بيقود الأنشطة التطوعية بيكون مكانته أكثر تميزاً من اللي مجرد بيشارك فيها. فالأول شارك، بعدها ما تخافش تبادر بتنظيم وقيادة نشاط تطوعي بنفسك. فلو عندك وقت فراغ ومشاركتش في أعمال تطوعية، دور وراسل وابدأ في أول فرصة. خامساً، Awards and Honors. السعي وراء الجوائز والأوسمة وأشكال التقدير المختلفة لا يجب أبداً أن يكون هدف في الحياة، وإنما هو وسيلة مهمة للاستفادة من الوقت أثناء الكلية، وأيضاً لتعزيز الثقة بالنفس والتشجيع على الاستمرار ومواجهة التحديات بقوة وعزيمة أكبر. وده بيشمل البطولات الرياضية في أي مجال، أو الحصول على تقدير مرتفع في المواد الإكلينيكية اللي هو الامتياز، شهادات التقدير على الإنجازات المتميزة في كل المجالات داخل وخارج الطب. بس خلي بالك ده لا يشمل شهادات كورسات كورسيرا للأسف. الحصول على مرتبة الشرف في الكلية، الحصول على أي رتبة شرفية أو منصب بالانتخاب، والأكثر تميزا من ده كله الحصول على المنح أو الscholarships. وهنا لازم نقول إنه في عشرات الآلاف من المنح الموجودة على الإنترنت اللي ممكن الواحد يقدم عليها وهو طالب، ولو فاز بيها إما بياخد فلوس علشان يعمل بيها أبحاث، أو بيسافر على حساب المنحة شهرين ثلاثة وأحيانا سنة في مستشفى أو جامعة أجنبية يتعلم حاجة جديدة، وفي بعض الأحيان ياخد ماجستير. وفي كل الأحوال فالفوز بالمنح هو دايما علامة مهمة على التميز. فلو عندك وقت فراغ وما عندكش جوائز أو مظاهر للتقدير، قدم على بطولة أو منحة على الإنترنت. سادساً، Languages and Skills. تعلم اللغات مهم لأي طبيب، ويمكن أهم لغة بعد اللغة العربية هتكون اللغة الإنجليزية. واللغة العربية مهمة جداً نظراً لصعوبتها الشديدة على الأجانب، ولكثرة عدد المهاجرين العرب في أغلب دول العالم، واللي أغلبهم للأسف لا يعرف لغة أخرى غيرها. ثانياً، الإنجليزية. ممكن يظن أغلب طلبة الطب أنهم يتقنون الإنجليزية، لكن في الواقع هم بيتقنوا الإنجليزية الطبية وليس اللغة المستخدمة في الشوارع ومع المرضى أو الأطباء الأجانب. وأيضاً لا يتقنوا اللغة المستخدمة في الأبحاث الطبية اللي مفروض يتابعوها ويتعلموا منها باستمرار. بعد ما تتقن الإنجليزية، فاختيار اللغة الثالثة بالنسبة لك هيتوقف على هدفك ووجهتك. فلو هتهاجر ألمانيا فاللغة الألمانية، ولو هتهاجر أمريكا فاللغة الأسبانية، ولو هتهاجر لفرنسا فالفرنسية، وهكذا. أما بالنسبة للمهارات فنقصد بيها المهارات الإلكترونية، وهنا لازم تستغل وقتك في تعلم الأساسيات اللي كل طالب طب أجنبي يعرفها، زي التعامل مع الكمبيوتر واستخدامه في الأغراض الطبية، زي استخدام الوورد والإكسل والباوربوينت والكتابة السريعة بالعشر أصابع على الكيبورد، وكيفية كتابة السي في والإيميلات. لو ما كتبتش سي في قبل كده، في سلسلة فيديوهات عملتها عن كتابة السي في للطلبة والخريجين، ممكن ترجع لها
أو تشوف أي مصدر يناسبك على اليوتيوب. أما بالنسبة للمهارات البحثية فدي ممكن تتعلم بدايتها من سلسلة الأبحاث للمبتدئين اللي أنا عملتها من سنتين، بعدها تشتغل مع باحث بشكل مباشر أو معايا لما أبدأ بحث جديد لو حابب. وبالنسبة لمهارات الإحصاء دي مش محتاجة تعمق كبير لأنها علم واسع وممكن تتوه فيه بسهولة، وحالياً أنا بسجل فيديوهات لتعليم ضروريات الإحصاء للمبتدئين، لو سمعتها هتقدر أنك تشتغل في أبحاث بشكل مباشر إن شاء الله. فلو عندك وقت فراغ ومستواك في اللغات والكمبيوتر والأبحاث هواش ممتاز، الإنترنت مفتوح قدامك ومجاناً. سابعاً، serving yourself. مش هكون ببالغ لو قلت أن ده أهم جانب على الإطلاق في تكوينك كطبيب وإنسان، وفي نفس الوقت هو أكثر جانب يقدر يهد كل حاجة تانية في حياتك ويهد مستقبلك بالكامل في أي لحظة، وفي بعض الأحيان ممكن يخسرك حياتك. أصعب كلية في كل العلوم والمجالات يا صديقي هتفضل دايماً وأبداً هي كلية الطب، والحصار النفسي اللي هتواجهه في الكلية دي هو الأكبر في حياتك بلا منازع، ودي حقيقة سواء كنت بتدرس في كلية طب عربية أو طب هارفارد. أسباب الضغط ممكن تكون مختلفة لكن مقداره هيكون واحد، واللي يقولك دي أحلى سنين عمرك ده مريض ألزهايمر. وعشان كده لازم تفتكر دايماً إن لبدنك عليك حق، وإنه زي ما عاوز تشغل وقت فراغك وتكون متميز لازم تسلم قدام حقيقة إنك لازم تلعب وتستمتع وتضيع وقت كتير بنفس راضية وبدون جلد للذات ولا تأنيب ضمير، لأن هو ده اللي بيصنع طبيب ناجح على المدى الطويل، وعكسه من الضغط والتوتر والتعذيب النفسي بيصنع طبيب يبدو ناجح جدا النهاردة لكن فجأة بينهار تحت وطأة الانتحار والمشاكل النفسية وأزمات منتصف العمر، أو الأسوأ إنه يستمر وهو محمل بالندم أو هو بيأذي المرضى والطلبة عشان يطلع همه فيهم إحساسا منه بالظلم وعدم التقدير لكل ما بذله. أفضل استغلال لوقت فراغك هو ممارسة الهوايات اللي بنحبها وبتبسطنا وبتغسلنا من شوائب الطب وعكارة الحياة ومرارة البشر، هو تعلم الدين ومعرفة الأصول قبل الفروع، هو القراءة في الأدب والتاريخ والشعر والعلوم الإنسانية، هو المطالعة في علم النفس والتعرف على طريقة تفكيرنا، والفرجة على نفسنا من بره علشان نفهم بنتصرف صح ولا غلط، في ممارسة الرياضة عشان ننشط وننجح في مجالات تانية وما يبقاش نجاحنا في الحياة كلها مرتبط بس بامتحان في الكلية، بتعلم الموسيقى أو الرسم أو الخط أو الجرافيكس والاستمتاع بالفنون، بمخالطة الأهل وصلة الرحم، بالخروج مع الأصدقاء والسهر مع الأقارب، بالسفر في كل مكان ومعرفة البشر من كل الشعوب، ومعرفة النفس وسط كل الوقت ده. تذكر الهدف من حياتك مش مفروض يكون الهجرة من بلد لآخر، وإنما من شخصية معيبة لشخصية سوية، ومن شخصية سوية لشخصية متزنة، ومن شخصية متزنة لشخصية معطاءة، لأن في العطاء أعظم درجات السعادة. أشوفكم بخير.